حد من عوامل الاختطار للأمراض المزمنة وهو مكافحة تعاطي التبغ. حماية الأطفال من آثار التدخين والتدخين السلبي. التبغ هو اصطياد المدمنين الجدد من صغار السن. ومن هنا نقرع نواقيس الخطر جميعاً في أهمية التنبه حماية شبابنا من الوقوع في مصيدة التدخين. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبير البحوم، مدير إدارة تعزيز الصحة، مسؤول الحملة الإعلامية والتوعوية للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين. نهدف إلى إيصال رسالة حماية الأطفال من آثار التدخين والتدخين السلبي، ومن خطورة انجذابهم نحو السجائر الإلكترونية. الكثير من الدعايات والترغيب اللي ممكن يأثر على أبنائنا بحيث يجذبهم إلى السجائر الإلكترونية. نحن نحرص على أن نبين أن السجائر الإلكترونية لها مخاطر كثيرة وليست أقل ضرراً من التدخين العادي، بل بالعكس، فإن هذا يعرض الطفل إلى السوائل التي تحترق، سوائل سامة وأيضاً فيها نيكوتين وتسبب الكثير من الأضرار والخطورة على أبنائنا. لوحظ أن الأطفال من سن 13 إلى 15 الذين يعني هناك تركيز على بعض الأطفال على السجائر الإلكترونية، لوحظ أن من يقوم باستخدام هذه السجائر الإلكترونية سيصبح لاحقاً من المتعودين على التدخين، وهذا خطر كبير. وإن شاء الله الحملة تستمر إلى نهاية شهر مايو، وبإذن الله نسأل الله التوفيق والله يعطيكم العافية. اليوم العالمي للامتناع عن التدخين يصادف 31 مايو 5 من كل عام، من خلال أكثر من 180 دولة تسلط الضوء على أبعاد مختلفة لموضوع الوقاية من عادة سيئة غير صحية ممكن تؤدي إلى الوفاة أو المرارة وتؤثر على جودة الحياة، هي عادة تعاطي، عادة التدخين بأنواعه: تدخين التبغ المضغ، التدخين الرقمي، التدخين الحراري، كل هذه الأشياء. منظمة الصحة العالمية اختارت الأطفال للتحذير من أهمية وقايتهم باكراً من هذه المصيدة، مصيدة شركات التبغ العالمية لتحاول أن تعوض 8 مليون وفيات سنوياً، وتحاول أن تستثمر بطول حياة الطفل إلى أن يكبر مع هذه العادة. الإحصائيات تبين أن هناك انخفاض في استهلاك التبغ من 25 إلى 30% على مستوى العالم بسبب حملات التوعية ضد الاستهلاك المعتاد التقليدي، فاستحدثت وابتكرت بدها بعض الأشياء. من ضمن الأشياء أن السجارة الإلكترونية لأسباب مختلفة، منها هي بدون رائحة ويمكن إخفائها، اليافعين أقبلوا عليها بنسبة تزيد عن 75% عن الكبار. ومن هنا نقرع نواقيس الخطر جميعاً في أهمية التنبه كأفراد، كأولياء أمور، كأسر، كهيئات، لحماية شبابنا من الوقوع في مصيدة التدخين. منظمة الصحة العالمية اختارت شعار هذا اليوم حماية الأطفال من تدخلات التبغ. هذا الموضوع في الكويت بشكل خاص، طبعا في العالم بشكل عام، مهم جدا، لأن المصيدة الأساسية اللي تسعى من خلالها صناعة التبغ هو اصطياد المدمنين الجدد من صغار السن، وتستخدم في سبيل ذلك العديد من الاستراتيجيات. الكويت على الرغم من وجود قوانين، على الرغم من حماية خلينا نقول المجتمع من بعض آثار التدخين، إلا أن هذه الحماية تتعرض بين فترة وأخرى لتدخلات من هذه الصناعة الكبيرة ذات الأثر الممتد، سواء في التأثير على القرارات أو في عملية الإعلامية أو عمليات التسويق اللي أحياناً طبعاً تتم بتقنية عالية وأحياناً تستخدم رسائل مضللة. اليوم الخطر الكبير اللي نعاني منه بالإضافة للخطر القديم هو استخدام التقنيات الجديدة من أنواع التدخين أو اللي هم نسميهم النوفلتي
سموكينج تكنيك، سواء كانت سيجارة إلكترونية، شيشة إلكترونية، سجائر مسخنة، بالإضافة لوجود واستمرار عمليات التدخين التقليدي اللي بالإشعال. اللي ودي يوصل حق كل بيت وكل رب أسرة وأيضاً من عيالنا إن إحنا لا ننساق وراء مثل هذه الدعاية المضللة اللي تستهدف في النهاية أن يقع الإنسان في شبكة أو مصيدة إدمان النيكوتين. كل الأنواع سواء كتب عليها تحتوي نيكوتين أو ما كتب عليها، هي في النهاية تحتوي على مواد ضارة بالصحة بإجماع الكثير من الدراسات والوثائق اللي اليوم ما يختلف عليها أحد، حتى صناعة التبغ نفسها تقر بذلك. بالإضافة إلى ذلك إن هي أحياناً تضع رسائل مضللة قد يستخدمها البعض للترويج، مثل إن هذا منتج أقل ضرراً، أو تغليف هذا المنتج بشكل تسويقي شيق جاذب، أو إضافة النكهات اللي تكون appealing أو يعني يقبل عليها صغار السن. من الضروري إن احنا نقول إن أفضل وسيلة للوقاية هي عدم البدء، وهذا يتم بتضافر جميع الجهود. شكرا. بالنسبة لإدارة الأمراض المزمنة، طبعا هناك بند كامل في المحور الثالث وهو الحد من عوامل الاخطار للأمراض المزمنة وهو مكافحة تعاطي التبغ، وهناك أيضا جهود على مستوى الوزارة والإدارة لمكافحة التبغ كثيرة، منها الجانب التوعوي للجمهور بمخاطر التدخين، الجزء للخدمات والمساعدة للإقلاع عن التدخين ومن خلال العيادات المتوفرة في الرعاية الصحية الأولية. طبعا من الخطط المستقبلية إن شاء الله بالنسبة لإدارة الأمراض المزمنة حملات توعوية للجمهور بمخاطر التدخين، وإن شاء الله راح تضمن في خطة التنمية القادمة، بالإضافة إلى الجانب الإعلامي والتواصل مع وزارة الإعلام ووزارة التربية لمكافحة هذه الآفة.